بسم الله، النهاردة هنشرح آخر واحدة في الفصل ده من الفيزياء الصف التاسع، وهي خصائص الموائع. هنشرحها طبقا للهيكل الوزاري، هنشرح ايه الحاجات اللي جات في الهيكل، وهنمر سريعا على الدرس وهنفهم كل النقط اللي فيه وهنحل المسائل اللي جات في الهيكل. طيب، الوحدة دي بنتكلم عن الموائع. احنا عندنا 3 حالات للمادة، واخر حاجة كنا قلناها البلازما، فاحنا عندنا صلب وسائل وغاز وبلازما. طيب، في مادتين، في حالتين من المادة اتجمعوا مع بعض لان ليهم خواص شبه بعض، وهم السوائل والغازات، وبقى اسمهم الموائع. الموائع هي مواد يمكنها التدفق وليس لها شكل محدد، يعني تحطها في اي حاجة هتاخد شكلها. طيب، هو عايزنا نركز على ايه؟ عايزني اول حاجة اركز على يعني ايه ضغط، ازاي افرق ما بين القوة وما بين الضغط. انت لما بتيجي تدفع صندوق او تسحب صندوق فانت بتأثر عليه بقوة، امال ايه هو الضغط؟ الضغط هو عبارة عن القوة اللي انت أثرت بيها دي مقسومة على المساحة. يعني لما تيجي مثلا تحط كوباية على ترابيزة، فالكوباية دي بتأثر بوزنها على الترابيزة، المساحة اللي بتأثر فيها الكوباية ديت، وزن الكوباية على المساحة ديت، هو ده الضغط اللي بتأثر بيه الكوباية. طيب، يبقى الضغط بيساوي القوة على المساحة. الضغط بيتقاس بإيه؟ بوحدة الباسكال، والقوة بوحدة النيوتن، والمساحة بوحدة المتر تربيع. طيب، لما يجيب لنا المساحة بوحدة السنتيمتر تربيع، بحولها المتر تربيع ازاي؟ بضرب في 10 أس سالب 4. طيب، بعد كده عايزني اركز على المثال رقم 1. قبل المثال رقم 1 لازم نكون عارفين ان 1 ضغط جوي، ان الضغط الجوي بيساوي كام؟ 1 × 10^5 باسكال، لان لو ما جابها ليش في المسألة فيعتبرني عارفها زي حاجات كتير بيعتبرني عارفها، زي الحرارة النوعية بتاعت المية، او ممكن هو يسهلها ويجيبها عليا في المسألة. فالضغط الجوي اللي هو 1 × 10^5 باسكال. طيب، هو عبارة عن ايه الضغط الجوي ده؟ احنا موجودين جوه هواء، الهواء ده بيأثر علينا بقوة، وطالما بيأثر علينا بقوة وبيأثر على جسمنا اللي هي مساحة معينة، فالضغط الجوي ده كأنه بيأثر بقوة مقدارها حوالي 10 نيوتن على كل 1 سنتيمتر مربع من جسمنا. متخيلين القوة اللي هو بيعملها؟ طيب، احنا بنحسش بتأثير الضغط ده ليه؟ لان احنا جوانا سوائل، السوائل ديت برضو ليها ضغط، فاحنا من خلقة ربنا ومن رحمة ربنا بينا ان احنا جسمنا بيتعادل الضغط اللي جواه مع الضغط اللي براه، وما بنحسش بحاجة. بنحس امتى؟ لما بنطلع لمرتفعات عالية. ايه اللي بيحصل؟ الضغط الخارجي بيقل، فبيبقى الضغط جوه جسمك اعلى. طيب، جسمك هيوازن ده ازاي؟ ضغط جسمك هيقل ازاي؟ عن طريق ان ضغط جسمك هيطلع لبره من خلال ودنك، فهتحس بطقطقة في الودن. ده نتيجة ان جسمك بيحاول يتأقلم مع الوضع الجديد، فبيوازن ضغطك مع الضغط اللي بره، وبالتالي مش هتحس بوجع. وكذلك لو انت نزلت في اعماق البحار جامد، ايه اللي بيحصل؟ الضغط بيزيد، فهتحس بوجع على راسك او ضغط على ودانك. لو ما تعملت الصح او ما اتبعتش التعليمات صح، ممكن لا قدر الله راسك تنفجر. فالضغط الجوي هو عبارة عن 1 × 10^5. طيب، تعالوا نشوف المسألة اللي عايزنا نركز عليها. هو بيقول لي يزن طفل 364 نيوتن. الطفل ده قاعد على كرسي، الكرسي ده ليه 3 رجلين. والكرسي نفسه
وزنه 41 نيوتن، والطفل اللي قاعد عليه وزنه 364 نيوتن. وبيقول لي المساحة الكلية لرجلين الكراسي ديت مع الأرض، يعني كل رجل بتلمس الأرض في مساحة معينة، المساحة الكلية بتاعت التلات أرجل 19.3 سنتيمتر تربيع. طيب هو عايزنا نجيب ايه؟ ما متوسط ضغط الطفل والكرسي على الأرض؟ طيب احنا اتفقنا ان الضغط بيساوي ايه؟ بيساوي القوة اللي انت بتأثر بيها على المساحة اللي بتأثر عليها. طيب هو قال لي ضغط الطفل والكرسي، فمعنى كده ان الطفل والكرسي الاتنين ليهم وزن وهو مديلي وزنهم، فمعنى كده ان القوة اللي بتأثر على على رجلين الكرسي هي ايه؟ هي عبارة عن وزن الطفل ووزن الكرسي مقسومة على المساحة اللي بيلمسوا فيها الأرض. هما بيأثروا على الأرض من خلال أنهي مساحة؟ من خلال التلات رجلين دول. فقسمت وزن الطفل والكرسي على مساحة الأرجل، ده اللي هيديني الضغط. طيب تعالى نعوض، 364 زائد 41 على 19.3. لغاية كده غلط. ايه اللي عملته غلط؟ احنا قلنا المساحة دي بتبقى بالمتر تربيع، طب هو مداني بالسنتيمتر تربيع، يبقى هحولها هضرب في 10 أس سالب 4، وبكده هجيب الضغط. طيب تاني مطلوب، كيف يتغير الضغط لما بيتكئ الطفل بحيث تلمس رجلان فقط للكرسي؟ يعني ايه اللي اتغير عندي في المطلوب التاني؟ بيقول لي رجلين فقط لمست الكرسي، يبقى بالظبط الاريا هي اللي اتغيرت عندي، المساحة اللي بيأثر بيها الوزنين دول، بيأثر عليها الوزنين دول هي اللي اتغيرت. طيب انا دلوقتي كان مساحة التلات ارجل 19.3، طب مساحة الرجلتين هتبقى كام؟ في ناس هتقول ان احنا نقسم ده على 2، ولكن غلط. نسهلها، لو انت مثلا رحت السوق تشتري طماطم، قالك التلاتة كيلو ب15، انت عايز 2 كيلو بس، هتديله كام؟ برافو 10. جبتها منين؟ جبت الكيلو بكام وقمت ضربه في 2، جابلك اللي انت هتدفعه. وهنا برضو ده اللي احنا هنعمله، الاريا الجديدة هتساوي كام؟ 19.3 هقسمها على التلات رجلين هيجيب لي مساحة الرجل الواحدة، هضربها في 2 هيجيب لي مساحة الرجلتين اللي هو ساند عليهم، تبقى دي الاريا الجديدة. طيب هقوم قاسم نفس الوزن اللي هو 364 زائد 41 على الاريا الجديدة، هيطلع لي الضغط الجديد. طيب لما كان ساند على تلات رجلين كان الضغط ب2.1 في 10 أس 2 كيلو باسكال، لما كان ساند على على رجلتين، لما كان ساند على تلات رجلين كان الضغط 2.1 في 10 أس 2 كيلو باسكال، لما كان ساند على رجلتين كان الضغط 3.14 في 10 أس 2 كيلو باسكال. ايه اللي حصل؟ ان لما الاريا قلت الضغط حصل فيه ايه؟ الضغط زاد. يبقى العلاقة ما بين الضغط والاريا علاقة عكسية. بنشوف الكلام ده فين؟ لما بيبي مثلا بيمشي على 4 رجلين، يعني على ايديه ورجليه، ليه بيعمل كده؟ لان هو عايز يكبر المساحة، فعايز يقلل الضغط اللي جسمه بيعمله على رجليه، لان رجليه لسه طرية ما تستحملش ان هي تشيل جسمه كله، فهو بيزود المساحة عشان يقلل الضغط فما يحسش بتعب، لغاية لما رجله تقوى اكتر ويبدأ يمشي على رجلتين يتكعبل شوية وبعد كده يمشي بيها عادي. طيب كده اتكلمنا عن اول حاجة وهو الضغط. تاني حاجة عايزنا نعرفها في الدرس ده هي قوانين الغاز. طيب تعالوا نفتكر كده كان ايه هي قوانين الغاز. اول واحد درس الغازات هو اسمه بويل. بويل دوت عمل ايه؟ جاب غاز وحط عليه مكبس
المقبس ده ليه ضغط معين، يعني ليه قوة معينة بيضغط بيها، وزن معين، والغاز كان شاغل الحجم ده كله. طيب، فقال عند ثبوت درجة الحرارة، ثبت درجة الحرارة وشاف ايه اللي هيحصل للضغط والحجم. طيب، هو لما زود الضغط يعني قام حاطط تقل هنا كمان، ايه اللي حصل؟ لقى ان المقبس بينزل، فمعنى كده ان الحجم اللي بيشغله الغاز قل، فلقى ان العلاقة ما بين الضغط والحجم علاقة عكسية، كل ما الضغط يزيد الحجم يقل. فوصلنا لعلاقة ان بي واحد في في واحد بيساوي بي اتنين في في اتنين. معلومة، اي حاجة، اي حاجتين بينهم علامة الضرب، فمعنى كده ان العلاقة بينهم عكسية، زي ما قلنا ان القوة بتساوي الضغط في المساحة، فقلنا العلاقة ما بين الضغط والمساحة علاقة عكسية. طيب، تاني عالم هو شارل بويل، كان مثبت الحرارة، شارل قام مثبت الضغط، يعني عمل ايه؟ جاب نفس الغاز ونفس المقبس، بس المرة دي مش هيغير في وزن المقبس، امال هيعمل ايه؟ هيبدأ يسخن الغاز، فهيلاقي ايه اللي بيحصل كل ما يزود درجة الحرارة؟ هيلاقي ان الجزيئات بتكتسب طاقة، فتبدأ ان هي تضغط على المقبس اكتر فترفع المقبس. فايه اللي حصل؟ بدل ما كانت شغلة الحجم ده، زاد الحجم اللي هي بتشغله، فكل ما زودت درجة الحرارة زاد الحجم، فلقى ان العلاقة ما بين درجة الحرارة والحجم علاقة طردية. طيب، احنا قلنا الضرب بيبقى علاقة عكسية، يبقى القسمة علاقة طردية، يبقى العلاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية. طيب، تالت قانون عندنا هو قانون القانون العام للغازات. ده جمع القانونين في بعض، قال ان البي بتتناسب عكسي مع الفي، والفي بتتناسب طردي مع التي، يبقى نقدر نحطهم في قانون واحد. طيب، القانون الأخير والاستنتاج يطول شرحه، ولكن كل اللي احنا عايزين نعرفه فيه قانون الغاز المثالي، ان ضغط الغاز في حجمه بيساوي عدد المولات في ثابت اسمه الثابت العام للغازات في درجة الحرارة. طيب، تعالوا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، في كل قوانين الغازات لازم بنعوض عن درجة الحرارة بالكلفن، وفي قانون الغاز المثالي بالذات لازم أعوض عن الضغط بالباسكال، أعوض عن الحجم بالمتر تكعيب، أعوض عن الآر، ده رقم ثابت ب8.31، و8.31 ده هنلاقي إن الوحدة بتاعته هي اللي بالباسكال والمتر تكعيب وهكذا. فعشان أستخدم الثابت ده بالرقم ده، لازم أستخدم الضغط بالباسكال والحجم بالمتر تكعيب ودرجة الحرارة بالكلفن. طيب، عدد المولات دوت مش ظاهر غير في القانون ده، واخر قانون عندنا اللي بيقول ان انا لو عايز اجيب كتلة غاز عندي، فبضرب عدد المولات بتاعة الغاز ده في كتلة المول، كتلة المول الواحد، او بيسميها في المسائل الكتلة المولية. دي كده كل قوانين الغازات، عندي الثلاث قوانين دول بستخدمهم لما يبقى عندي حالتين من الغاز، يعني يقول لي غاز كان في درجة حرارة كذا وضغط كذا وحجم كذا، هبدأ أغير في ضغطه ودرجة حرارته وأوجد حجمه،
فانا كده عندي حالتين من الغاز، غاز كان في حالة اولية وعملت عليه تأثير اتحول لحالة تانية. طيب امال القانون ده بنستخدمه امتى؟ بستخدمه لما بحتاج عدد المولات او لو عندي حالة واحدة. هو ذاكر لي حالة واحدة في السؤال فمش هستخدم الا القانون ده. طيب تعالوا نشوف ايه المسائل اللي عايزنا نركز عليها. اول مثال ده جاي في الهيكل فلازم نركز عليه. بيقول ايه المثال؟ بيقول لي عندي عينة من غاز الارجون، مديني حجمها ومديني درجة حرارتها بالكلفن، تمام، ومديني ضغطها بالكيلو باسكال. نركز قوي في الوحدات. طيب يبقى دي الحالة الأولانية، عمل في ايه الغاز ده؟ خفض درجة حرارته، يعني ده عبارة عن T2 بالكلفن، تمام. طيب وزود الضغط، يعني ده الB2. طيب عايز ايه؟ اكيد هيعوز الحجم الجديد. طيب بما ان انا عندي التلات حاجات اتغيروا يبقى هستخدم قانون، برافو، البي في على التي يساوي البي في على التي. طالما التلاتة اتغيروا مفيش اي حاجة ثابتة يبقى هستخدم القانون اللي فيه التلاتة متغيرين. طيب هو عايز الحجم التاني يبقى هجيبها لوحدها في طرف، هضرب التي 2 فوق وهضرب البي 2 تحت، يبقى بي 1 في 1 تي 2 على بي 2 تي 1. البي 1 بكام؟ ب101.3، وافتكر ان انا معوض بالكيلو باسكال، فلازم لما اعوض عن البي 2 تحت اعوض عليها بالكيلو باسكال. طيب الفي 1 ب20 لتر، افتكر ان انا معوض ب20 لتر، فلازم الفي في الاخر هتطلع لي باللتر. طيب التي 2 مدهاني ب120 كلفن، تمام. طيب على التي 1 اللي هي ب273 في البي 2 ب145 كيلو باسكال، يبقى دي كيلو باسكال ودي كيلو باسكال، ده كلفن وده كلفن وده لتر، يبقى هيطلع لي الحجم في الاخر باللتر. هيطلع معايا الحجم ب6.1 لتر. طيب ايه المطلوب التاني؟ عايز عدد مولات ذرات الارجون. احنا قلنا عدد المولات مش مذكورة غير في قانونين، البي في بيساوي ال ان ار تي، وان كتلة الغاز بتساوي عدد المولات في الكتلة المولية. كتلة الغاز اللي هي ام سمول بتساوي ان في ام كابيتال. طيب هو مش مديني ولا كتلة غاز ولا كتلة مولية، يبقى هستخدم القانون ده. يبقى ال N بتساوي ال B V على ال R في T. طب انا هتلخبط هنا، انا عندي B 1 و V 1 و T 1 وعندي B 2 و V 2 انا جبتها و T 2، يا ترى هستخدم انهي واحدة في دول، انهي حالة منهم؟ استخدم اي واحدة هيطلع لك الناتج صح. هنستخدم احنا هنا الحالة الاولى، وانت حل مع نفسك بالحالة التانية وقول لي ايه اللي طلع معاك. طيب الحالة الاولى احنا قلنا في القانون ده لازم نستخدم ايه؟ نركز اوي في الوحدات يا جماعة لان دي هتضيع المسألة مننا. الضغط بالباسكال، الحجم بالمتر تكعيب، الار ب38 والتي بالكلفن. يبقى لازم احول، لو انا ما عنديش الوحدات دي لازم احولها. الضغط الاولاني مدهوني ب101.3 كيلو باسكال، يبقى لازم اضربه في 10^3. طيب والفي لازم اعوض عليها بالمتر تكعيب. طيب انا مطلع الفي او هو مدهاني هنا بكام؟ ب20 لتر. طيب يبقى لازم نعرف التحويلة دي، الواحد متر تكعيب في 10^3 لتر، وفي 10^6 سنتيمتر تكعيب. طب انا عايز احول من صغير لكبير، هعمل ايه بالظبط؟ هقسم على 10^3، يعني هضرب في 10^-3، ما ننساهاش. ضربت البي في الفي على الار اللي هي رقم ثابت في كل المسائل، في التي بالكلفن، التي 1 ب273، هلاقي دي راحت مع دي
هضرب واطلع عدد المولات هيطلع معايا ب.893 مول. انت جربها بالبي والفي والتي التانية وقولي هتطلع معاك بكام. طيب يبقى كده جبنا عدد مولات ذرات الأرجون في العينة. المطلوب الأخير عايز ايه؟ عايز كتلة عينة الأرجون، يعني عايز كتلة الغاز اللي هي ام سمول، ومدين الكتلة المولية يعني كتلة المول الواحد للأرجون. طب احنا قلنا كتلة الغاز بتساوي ايه؟ برافو، عدد المولات في الكتلة المولية. انا جبت عدد المولات ب.893 مول، وهو مديني كتلة المول الواحد ب39.9. ركز معايا في ديت، جرام لكل مول. لما اضرب 39.9 جرام لكل مول في عدد المولات اللي هو بالمول، الناتج هيطلع لي بايه؟ برافو، الناتج هيطلع لي بالجرام. فهضرب الاتنين في بعض هلاقيها هيطلع لي ب35.6 جرام. يبقى هي القوانين اللي عندي لازم اكون حافظها عشان لما اقرا المسألة واشوف المعطيات هلاقي دماغي توديني على طول على هستخدم انه قانون. طيب عايزني اركز على ايه تاني؟ عايزني اركز على الاربع مسائل دول. المسألة رقم 6 بيقول لي خزان من غاز الهيليوم يستخدم لنفخ بالونات اللعب ضغطه دوت بالباسكال، يبقى مديني البي واحد، درجة حرارته بالكلفين يبقى ده التي واحد. فلو كان حجم الخزان يعني حجمه الأصلي في واحد ومدوني بالمتر تكعيب كتر خيره، فما حجم البالون؟ يعني هو عايز ايه؟ عايز الحجم اللي هيبقى عليه لما يحصل ايه؟ لما تملاه عند واحد ضغط جوي، يعني كده غيرت الضغط بتاعه وغيرت درجة الحرارة. طيب انا عندي التلات حاجات اتغيروا، يبقى استخدم انه قانون؟ برافو، بي واحد في واحد على تي واحد يساوي بي اتنين في اتنين على تي اتنين. البي واحد 1.75. طب تعالوا نجيبها الاول، هو عايز ايه؟ عايز الحجم التاني ده، يبقى هضرب التي اتنين فوق والبي اتنين تحت، بي واحد في واحد تي اتنين على بي اتنين تي واحد. طيب يلا بينا، 1.55 × 10^7 مضروبة في الفي واحد بالمتر تكعيب، تمام، 0.02 مضروبة في التي واحد اللي هي 293 مقسومة على البي اتنين. هنا بقى التركية اللي في المسألة دي اللي عايز اخد بالي منها، هل هعوض بالبي اتنين بواحد؟ غلط طبعا. هل هو قال لي واحد باسكال او كيلو باسكال؟ لا، امال قال لي ايه؟ قال لي واحد ضغط جوي، واحنا لسه قايلين ان احنا ناخد بالنا الضغط الجوي بكام، لازم اكون حافظه ان هو 1 × 10^5. فعوض بالضغط الجوي اللي هو 10^5. طب لو قال لي 2 ضغط جوي يبقى 2 × 10^5، 3 ضغط جوي وهكذا. طيب يبقى دي تركية لازم ناخد بالنا منها، هي دي التركية الوحيدة في المسألة. في التي 2 ثواني كده، التي 2 هي اللي فوق اللي هي 323 على التي 1 اللي هي دي اللي هي 293، وهضرب واطلع الناتج. طيب الناتج هيطلع لي بايه بالظبط؟ انا معوض عن الفي بالمتر تكعيب، يبقى الناتج هيطلع لي بالمتر تكعيب. طب رقم 7 مرتبطة بالمسألة دي، بيقول لي ما كتلة غاز الهيليوم، يعني عايز كتلة الغاز. قلنا كتلة الغاز بتساوي ايه؟ بتساوي عدد المولات في الكتلة المولية. طيب مع العلم ان الكتلة المولية لغاز الهيليوم، يعني هو مديني دي 4 جرام لكل مول، يبقى انا محتاج ايه عشان اجيب كتلة الغاز؟ محتاج عدد المولات. ايه القانون الوحيد عندي اللي فيه عدد المولات؟ برافو، بي في يساوي ان ار تي، يبقى الان بتساوي بي في على ار تي. تقول لي استخدم انهي حالة؟ انا عندي ضغطين وحجمين ودرجتين حرارة. اقول لك نستخدم اي حاجة. هستخدم انا الحالة الاولى اللي هي 1.55 × 10^7 في الفي اللي هي 0.02، مديني دي بالباسكال، مديني دي بالمتر تكعيب،
مديني درجة الحرارة بالكلفن. وبعدين بقى درجة الحرارة الأولانية 293 في الآر اللي هي 8.31. هجيب عدد المولات هضربه في 4 هيديني الكتلة بإيه بالظبط؟ بالجرام. طيب المسألة رقم 8 بيقول لي وعاء فيه 200 لتر من غاز الهيدروجين، يبقى مديني الفي 1، عن درجة حرارة 0 يبقى مديني التي 1، وضغط 156 كيلو باسكال مديني البي 1. لما ارفع الحرارة واخفض الحجم يا ترى ايه الضغط الجديد؟ يبقى بي 1 على طول. انت حافظ القوانين، قريت المسألة، دماغك ودتك على طول ان 3 حاجات بيتغيروا، يبقى هستخدم القانون العام للغازات. طب انا محتاج البي 2، يبقى هجيبها لوحدها في طرف، يبقى هضرب التي 2 فوق وهضرب الفي 2 تحت، يبقى بي 1 في 1 تي 2 على تي 1 في 2. طيب تعال نضرب بي 1 156 في الفي 1 اللي هي 200 لتر في التي 2 اللي هي 95 على تي 1 اللي هي 0 في في 2 اللي هي 175. أيوة لاحظت الغلطة، إن هنا التي 2 لما عوضت عنها بالسيليزيوس لقيت إن أنا غلطت. يبقى الفكرة هنا إن هو بيفكرك إن أنت لازم تحول كل درجات الحرارة لكلفن، يبقى الزيرو دي هتبقى 273 وال95 ديت هنجمعها على 273. طيب هتقولي ليه محولتش دي بالكيلو باسكال؟ لان هقولك عندي هيطلع لي في الاخر بالكيلو باسكال. طب هتقولي ليه محولتش اللتر المتر تكعيب؟ هضرب فوق في 10^3 وهضرب تحت في 10^3 هيروحوا مع بعض، ولكن اللي هيفرق عندي درجة الحرارة، لانها مجموعة مش مضروبة، فلازم احولها لكلفن عشان تظبط معايا. وطالما انا معوض عن الضغط بكيلو باسكال يبقى الضغط في الاخر هيطلع لي بالكيلو باسكال. طيب رقم 9 بيقول لي ايه؟ بيقول لي متوسط الكتلة المولية لمكونات الهواء اللي هو بيتكون من نيتروجين واكسجين في الاساس حوالي 29 جرام برمول. يبقى هو كده مديني ايه؟ الكتلة المولية. دماغي تروح على طول طالما انا حافظ القوانين لقانون كتلة الغاز بيساوي عدد المولات في الكتلة المولية. طيب هو مديني الكتلة المولية 29 جرام برمول. طيب بيقول لي ما حجم 1 كيلو جرام من الهواء؟ دي الحتة اللي هنعديها مش هناخد بالنا منها، هو عايز الحجم. طب هو ايه ال1 كيلو جرام من الهواء ديت؟ ال1 كيلو جرام انا عندي مديني الكتلة المولية للهواء، فهو مديني كتلة الهواء بالظبط، ف1 كيلو جرام من الهواء ديت اللي هي كتلة الغاز. ومديني ضغط يساوي الضغط الجوي. يعني لو تلاحظوا في المسألة كلها مش مديني الا رقمين 3. طيب ضغط يساوي الضغط الجوي، احنا قلنا ان الضغط الجوي بيساوي كام بالظبط؟ 1 × 10^5 باسكال. يعني هو مديني الضغط ومديني درجة الحرارة بالسيليزياس، قلنا اي درجة حرارة في الدرس ده بنحولها لايه؟ لكلفن. هجمع عليها 273 تبقى 293 كلفن. طيب ديت مش مديني حالتين وبقارن بينهم، دي عبارة عن حالة واحدة. قلنا ايه القانون اللي بنستخدم فيه لما يديني حالة واحدة بالظبط؟ بي في يساوي ان ار تي. طيب هو مديني التي ومديني البي، وانا عارف ان الار بثابت ومحتاج الفي، يعني الفي هتساوي ان ار تي على البي. انا عندي كل حاجة ناقصني الان، وهو مديني كتلة الغاز والكتلة المولية، ما اقدرش اجيب الان
اقدر طبعا. يبقى ال N هتساوي كتلة الغاز على كتلة المول. كتلة الغاز بكام؟ 1 كيلو جرام، وكتلة المول بكام؟ 29 جرام لكل مول. هل هينفع اقسم كيلو جرام على الجرام؟ نخلي بالنا جدا، ما ينفعش طبعا، لازم الوحدات تكون متساوية. طيب هعمل ايه؟ هحول الكيلو جرام لجرام. هحول ازاي؟ هضرب في 10 أس 3، هقسم 10 أس 3 على 29، هيديني عدد المولات. عدد المولات ده هعوض فيه في قانون ال NRT على B، هيديني الحجم. طيب لما اقسم 1000 على 29 هيديني 34.5 مول. جرام راح مع جرام اتبقالي مول، فهعوض في قانون ال V. ادي ال N ب 34.5، في ال R اللي هي 8.31، في T اللي هي 293، على ال B بالباسكال اللي هي 1 × 10^5، هيطلع لي الحجم بالمتر تكعيب. طيب يبقى الدرس الاولاني محتاج مني اعرف ايه هو الضغط، وان هو عبارة عن القوة على المساحة، واحسب الضغط اللي بتمارسه القوة على منطقة معينة، وحلينا المثال رقم 1، وعايز يعرف احل مسائل الغازات بتطبيق قوانين الغازات المختلفة. حلينا مسألة رقم 6 ومسألة رقم 8، ويحدد قانون الغاز المثالي من قانون البي في ان ار تي، ان احنا نعرف نستخدم القانون ده. وحلينا المثال رقم 2 بتاع عينة الارجون. طيب تعالوا نشوف باقي المسائل اللي هو عايزنا نحلها دي. هو عايزني مسألة رقم 51 و55، برضو عايزني افهم اكتر الفرق ما بين الضغط والقوة. فازاي بيختلف الضغط عن القوة؟ القوة ديت هي اللي انا بأثر بيها عند سحب او دفع جسم. امال ايه الضغط؟ الضغط هو عبارة عن قوة لكن مقسومة على مساحة بأثر عليها. يبقى الضغط بيختلف عن القوة، الضغط هو عبارة عن قوة ولكن مقسومة على مساحة السطح اللي انا بأثر عليه. طيب المسألة رقم 55 برضو بتدور في نفس الفكرة، بيقول لي كتاب فيزياء كتلته 85/100 كيلو جرام، يعني مدين الام، ومدين الابعاد بتاعته بالسنتي. ايه القوة اللي هيطبقها الكتاب على الطاولة؟ طيب القوة هيطبق الكتاب ده محطوط على طاولة كده ومدين ابعاده، الكتاب ده هيأثر على الطاولة بايه؟ بقوة وزنه. الوزن بيساوي ايه؟ الام في الجي. يبقى هضرب 85/100 × 9.8 كده جبت القوة اللي بيأثر بيها الكتاب. طب امال ايه الضغط؟ الضغط هو عبارة عن قوة مقسومة على مساحة. طيب هو بيأثر على مساحة قد ايه؟ المساحة بتاعت ابعاده، يعني القوة بتاعته اللي هو وزنه بيأثر على، هو مستطيل فمساحة المستطيل الطول في العرض، لكن نخلي بالنا مدهلنا بالسنتي، يعني عايز احول من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع هضرب في كام؟ في 10 أس سالب 4. يبقى كده حلينا كل المسائل اللي هو قالها، وعرفنا كل النظر اللي هو عايزنا نأكد عليه.